السلام عليكم إخوان. نحن كنمثلوا جمعية الجنوب لتجار قطاع غيار السيارات اللي تأسست في 2022 المؤسس في 2022 في منطقة في مدينة عيد ملون. ومن أهداف ديال الجمعية هي تعطي وتنظيم الباعة المختصين في قطاع غيار السيارات وإنشاء موقع إلكتروني بجميع محلات البيع لقطاع غيار السيارات وصيانتها، حفظ حقوق الباع لمحلات مختصة في بيع قطاع غيار وعدم الخلط بين الباع المختصين والحرفيين في أثمنة البيع بالجملة، تنظيم معارض خاصة ببيع قطاع غيار السيارات، تنظيم حملات تحسيسية لقيام حوادث السير، وتنظيم أنشطة اجتماعية وتنموية وثقافية ورياضية والبيئية في المنطقة، والتعاون تنسيق مع جميع الجمعيات اللي عندهم نفس الأهداف ديالنا والاستراتيجية ديالنا. وحنا جينا معروضين على المعرض هذا باش نعرفوا بالجمعية ونقوي الأنشطة ديالنا مع الجمعيات الأخرين، ومنها نتعرفوا مع الجديد ديال القطاع ديال غيار السيارات اللي ديما هو في تطور، ديما كاين الجديد، ديما كاين الجديد فيه، ديما كيتطور، وهذا هو المقصود ديالنا. نعم كاين اللي كرهت لان باقي هذا القطاع باقي ما معيك للجميع، باقي ما معيك لكل بكل بصفه كليه، باقي العشوائيه، باقي الناس التجار ما اورغانيزو الامور ديالهم مزيان، باقي مع المتجولين هذا القطاع باقي فيه المقام مع المتجولين، باقي فيه العشوائيه. داكشي علاش الجمعيه بغات تنظم القطاع ويكون القطاع مهيكل وعنده الوزن ديالو، واللي في القطاع يستافد التجاره ديالو تنمى وتقوى، وسورتو حنا القطاع كما قلنا ديما في تطور،